السلام عليكم، أنا نواف عبد الحمدان من دار إدارة الذكرى الأهلية في الصف الثاني ثانوي. اللي خلاني أشارك الحب في البحث والشغف، والحمد لله لقيت فرصة في البرنامج البحثي حق موهبة اللي خلاني أقدر أوصل لهذه المرحلة. أخويا الكبير حفزني إني أشارك في إبداع، لأنه الله يرحمه شارك في آيسف 2015. وما شاء الله عليه أنجز أشياء كثير، فهذا من الأشياء اللي حفزتني إني أشارك في الفكرة. كان مشارك في برنامج MIT اللي هو RSI، وهذا البرنامج يعني يساعد كثير في إنه يبني مشروعه ويشارك في إبداعه وبيوصل لأشياء. بحثي عن استخدام زيت الزعتر بتقنيات النانو عشان نستعالج مشكلة انتي مايكروبيال ريزيستنس اللي هي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. نوع من العلاج بديل للمضادات الحيوية، لأن المضادات الحيوية بعض البكتيريا تكون لها مقاومة. والله جاتني الفكرة من المراكز البحثية لجامعة الملك عبد العزيز، وساعدني الدكتور بإني ألاقي فكرة واشتغل مع بعض على تغييرها. إن شاء الله في مسابقة إبداع أطمح إني أوصل لآيسف، وإن شاء الله بعدها إن شاء الله أدخل الجامعة مرموقة في أمريكا.